ومنذ بداية المحكمة إلى الآن انقتلوا 3 محامين وواحد منهم انجرح. سوء المعاملة والتعذيب الجسدي التي يقال أنها ارتكبت في الدجيل نفسها محدود. أنت استريح منك. يعني إذا تجبرني هاي مسألة أخرى سيادة القاضي. إذا تجبرني أترك لتقدير المحكمة بابا. أنت أترك لتقدير المحكمة وراح. سيادة الرئيس أريدك تقول لي بس أرجوك تسمح لي أطلع أو لا؟ لا لا معناتها أنا غصبا عني باقي هنا. استريح مكانك. معناتها خارج لإرادتي أنا باقي. استريح مكانك. استريح. الغاية منه لهذه المجموعة ضمن السلطة القضائية للمحكمة. أي اعتراض إحنا نعتبره ونسجله قانونا وذاك الوقت. الذي نجل من الاعتقالات التي سبقت المحاكمة والذي لم يعتقلوا في أبو غريب لمحاكمة تمت في نهاية الأمر. الملف المشار إليه والذي يشكل أساساً كافياً لهذه الإجراءات يدعي المادة 12 من القانون العام، حيث أن برزان إبراهيم لم يتهم بموجبات